زينب على طول وبالفترة الأخيرة نحن بنستذكر أيام الماضي ونتذكر كيف كنا نحن نقعد قعدة العيلة مع بعض نتواصل ونحكي شو صار معنا وشو حابين نعمل وكل هي الأمور. حتى الأولاد الصغار يمكن زينب كان عندهم ألعاب خاصة فيهم وكان عندهم في مجال أكثر لحتى يحسوا شوي بالحياة والواقع. اليوم قد ايه بتشوفي وسائل التواصل الاجتماعي يمكن إذا بدنا نقول قضت على هي الأمور وخففت منها بشكل كتير كبير، ما في تواصل بين الناس، بتلاقي جمعة بتجمعة العائلة قاعدين كل شخص ماسك موبايله، حتى الأولاد الصغار أوقات بتشوفي ولد عمره سنتين وحتى 3 سنين و4 سنين وهي الأعمار كمان ملتهين بشكل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مواهب بالورقة والقلم ما عاد عم نشوف. اكيد يعني مو بيقولوا انه يمكن الانترنت خلى العالم قريه صغيره، بس بنفس الوقت بعد العائله كلها عن بعضها، يعني صار لكل حدا عالمه الخاص. هذا شيء ساعات كثير كثير عم يقضوها الاولاد على الانترنت، مثل ما له ايجابيات له كثير سلبيات، اهمها احيانا انه تفكيك العلاقات الاسريه او يمكن الانعزال والوحده او التعرف على قيم غير مالوفه عن قيمنا وعاداتنا بالمجتمع. يوم الاطفال هن المستهدف الاخطر خلينا نقول بكل هي التركيبه، فراح يمكن اكثر شيء هن بيتاثروا بينغسل دماغهم بسرعه، لكن هون دور مرحله النمو والتاسيس هي المشكله تماما، لكن هون دور الاهل دور التوعيه. اليوم بدنا نعرف كيف فينا نحسن من هذا الواقع، هذا يمكن التطور امام الطفل كيف يتعاملوا معه الاهل. لهيك رح يكون موضوعنا اليوم شو هي الاسس التربويه السليمه للتعامل مع هالواقع السريع والمبهر للاطفال. هالشيء رح يكون موضوعنا مع الاستشاريه الاسريه رهف سابحجي. يسعد صباحك. صباح الخير. كيفك رهف؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. رهف قد ايه بتوافقينا اليوم بهذا الحكي انه وسائل التواصل الاجتماعي يمكن صارت بعقول الاولاد قبل الكبار، عم ينفصلوا بشكل كثير عن الواقع وبنفس الوقت عم يبعدوا شوي عن كل شيء جواتهم، عن كل شيء في مواهب، قد ايه بتشوفي هذا الشيء صح؟ بدي صير يوتيوبر، قديش بنسمع هاي الكلمة؟ كثير صاير هلا وبيفهموها يمكن تمام، الأطفال دغري بتقول له شو بدك تطلع بالمستقبل؟ بدي صير يوتيوبر. طيب حتى الشباب بلشوا كمان يفكروا بهذا الموضوع بشكل جدي أكثر، إنه هن بدهم يصيروا يوتيوبر ويصيروا على وسائل التواصل الاجتماعي ويصيروا مشهورين ويجيبوا مصاري، لأنه هذا الشيء اللي وسائل التواصل الاجتماعي عم تنشره، إنه أنت فيك تكون مشهور، أنت فيك تعمل، فيك تعمل مصاري، فيك تكون شخصية كتير مهمة بالمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يلي هي كلها زائفة، اللي هي نسبة كتير كبيرة منها هي لا تمثل الواقع بصلة. كتير حنلاحظ مثل ما قلتوا انه الاطفال حتى الشباب حتى العائلة كلها ما عاد في تواصل بيناتهم بشكل تقريبا بلش يصير معدوم، بلشوا كل واحد على الموبايل تبعه، كل واحد منعزل عن الآخر، الأهل صاروا هن عايشين حياتهم على السوشيال ميديا، الأطفال على السوشيال ميديا، وهدول كلها عم تساوي تفكك بالمجتمع. طيب خلينا نعرف كمان شو الأضرار يلي حسب عدة دراسات ساوتها السوشيال ميديا. في عدة دراسات ساوهم بواشنطن حطوا شافوا انه نسبة القلق والضغوطات من وراء السوشيال ميديا. فتخيلي انه نحن بنحب انه نقعد على السوشيال ميديا او اولادنا يقعدوا كرمال يخففوا هذا الضغط، كرمال يتخلصوا من التوتر تبعهم، مو بنلاحظ انه عم يزداد الضغط تبعهم، عم يزداد التأثر تبعهم، قلة الثقة بنفسهم عم تضعف أكثر، نتيجة أنه تلاحظي أنه كل واحد عم ينزل إن كان على الإنستغرام أو على الفيس أو بينزل فلوجز على اليوتيوب أنه وين راح، وين إجا، شو عمل، شو سوى، بيخترع قصص، بيخترع إنجازات لجذب الانتباه تمام. فببلش بقى الأشخاص أنه ليش مو أنا؟ ليش هو بس؟ ليش أنا ما فيني روح؟ ليش أنا ما فيني أعمل؟ وبيبلش بقى بيحاول كتير هاي قصة الضغط النفسي عليه أكتر، بيبلش حالة الحسد أكتر، بيبلش التأثيرات النفسية. هلأ كمان عم نشوف كمان كل واحد وما بيحط عن إنستغرام بيغير الموديل تبعه، بيغير طريقة اللبس تبعه، عندنا مثلا الفاشينيستا هلأ اللي طارشة موضتهم، فبتلاقي أنه من وقت ما عم يكونوا الأطفال صغار عم يروحوا عم يتجهوا لهذا الموضوع.
عم صير عندهم هذا الهاجس الكبير تبعهم انه السوشيال ميديا هي الحياة تبعهم، هي الأساس. أكيد. خلينا نحن رهف نحكي شوي، يعني هذا العالم الافتراضي قديه اليوم في خطر بالنسبة للقيم اللي عم يطرحها، المبادئ اللي عم يطرح، خاصة نحن مجتمعنا يعني عنده قيم، عنده مبادئ، عنده تربية معينة، فكر محافظ معين تجاه عدة قضايا. هي التربية السليمة اللي عم بيقوموا فيها الأهل اليوم، الأطفال بلحظة ممكن السوشيال ميديا تخلي كل شيء متاح، كل شيء عادي. فهي الفكرة بين القيم التربوية اللي عم تربي عليها الأسرة السورية مثلا وبين العالم الافتراضي اليوم، كيف فيها تتوازن القصص والأمور، وخاصة بما يخص مثل ما قلنا القيم التربوية؟ بشأن القيم يلي هي بلشت كتير تتغير، بلش يفوت قيم غربية، قيم لا أخلاقية تمام، غريبة عن المجتمع تبعنا، طريقة التعامل، طريقة اللبس، طريقة الحكي. كتير أوقات كتير بنلاحظ الأهل أنه هن مشان يخلصوا من الولد بيعطوه للموبايل وبيفتحوا له على اليوتيوب. اليوتيوب مفكروا الأهل أنه هذا أكثر شغلة آمنة، وأنه إيه في مثلا فاميليز عاملين جروبس، عاملين قنوات على على اليوتيوب، أنه هي شغلات آمنة وأنه هن عم يطرحوا مواضيع عائلية. لكن في أشياء دائما مخفية، يعني قليل كتير كتير لتلاقي شيء على قنوات اليوتيوب يلي هي مناسبة للأطفال تبعنا. كنا من زمان نقعد نتفرج على التلفزيون، نستنى أفلام كرتون، نستنى مثلا مثل برامج، في برامج تعليمية كنا كتير حبها وقت كنا صغار. أما هلأ بتلاقي الولد إذا بتحطيه على برنامج تعليمي حتى لو كان فني، حتى لو كان كتير ممتع وجذاب، ما بده شيء بس هيك يكون فيه بس حركة ألوان ويكون فيه شيء واقع. هلأ كتير من الناس اللي هي عم تصور حالة بقنوات اليوتيوب انه هي عم تأرجيك انه هي كيف عايشه، طبعا كثير في ناس بتفكر انه هن عن جد هن هيك عايشين، هن عم يأرجونا 13 دقيقه بس من حياتهم. هي 13 دقيقه كثير لازم الاهل يفهموا اولادهم، هن كمان يعرفوا انه هدول هال 13 دقيقه هن مبرمجين، هن مدروسين لحتى يطلعوا بطريقه حلوه قدام العالم، واكيد هذا بيكون مصور على عده ساعات، اخر شيء بيعملوا له مونتاج اللي هو 13 دقيقه. فكتير هذا الشيء عم يخلي الاطفال بالذات انه هي تنجذب لهدول الاشخاص ويصير عندها ليش هن اشتروا هيك، ليش هن ساووا هيك، ليش راحوا لهون، ليش نحن ما فينا. بتلاقي بلش ما عاد يعجبه شيء، وهلا كمان بتلاحظي انه الطفل بتجيبي له هديه يمسكها بيرميها، ما عاد في قيمة للأشياء يمكن أبداً. مثل قبل كان يمكن يجينا هدية صغيرة زينب تصير عقلنا فيها، نحطها تحت المخدة ونخبيها، وخاصة مثلا وقت العيد هاي الأيام راحت ما عاد في. يعني هلا مثلا بتجيبي له هدية للولد طلع يعني إذا قال لك شكرا شغلة كثير منيحة يعني. هذا الشيء رهف اللي نحن ما بدنا نوقع فيه، في قيم، في عادات، في تقاليد، هي العادات الحلوة، نحن ما بدنا نقول نكون متحجرين شوي، صح بدنا نتطور أكثر، بس كمان في عادات كثير حلوة وفي تربية لائقة إن كانت للطفل وإن كان حتى للشباب، ما بدنا هذا الغزو يلي عم يجينا نحن، الغزو الفكري والأفكار الدخيلة يلي عم تجي علينا، كيف بنقدر نحن نسمح للطفل يشوف اللي الشغلات على يوتيوب، يواكب مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحية وسليمة ما تكون مؤذية لشخصية الطفل وحتى لعقله وإدراكه؟ هلأ كتير مهم الأهل قبل ما يفرجوا أولادهم على أي فيديو على اليوتيوب هن يكون عندهم، هن شايفين الفيديو كامل، يعني مو أنه بس شايفين أوله أي يلا اوكي وعادي وأنه منيح، لا بدهم يشوفوه كامل. هاي أول شغلة. كمان لما على السوشيال ميديا، لما عم ينزلوا صور، لما عم ينزلوا عم يشوف مثلا مين رفقاته، وخاصة يعني هو يفترض أصلا على السوشيال ميديا قبل ما يصير عمره الولد 16 سنة ما لازم يكون عنده أكاونت، ما لازم يكون عنده حساب تمام. يعني حتى بتلاقي أنه الفيسبوك هو بيقول لك أنه قدي عمرك، فهو يمكن تحت ال 13 سنة أو ال 14 ما بيخليه أنه يدخل. فهون كتير الأهل المفروض أنه ما يعملون حساب إذا بدهم يفرجون على أي شيء يكون عن طريق الحسابات تبعهم، وكمان مو بأي وقت بده يا الولد، ضايق خلقه ولا خذ الموبايل، طالعين مشوار يلا خذ الموبايل، رايحين بقعدة بلش مثلا يحرك شوي عود خذ الموبايل، فبصير عنده حالة تعلق شديدة. كتير مهم أنه ينتبهوا لهذا الأشياء، يعرفوا شو الشغلات المناسبة لعمرهم، الشغلات التعليمية
حاول نركز على الشغلات اذا ولو بد نفرجيهم اياها اول شيء في وقت محدد، يعني بفترات الاولى ما لازم يكون اكثر من ساعه، وحتى لقبل 6 سنين مفروض انه الولد ما يمسك الموبايل، ما يقعد لا يلعب عليه ولا هو انه يتفرج، يكون دائما بوجود الاهل. لا حتى الموبايل بيوجع العيون، فاذا كان مثلا كانوا عم يشوفوا الاهل مثلا حطوا على شاشه او على شاشه كمبيوتر او على تاب فهذا بيكون افضل طبعا. الشغله الثانيه دائما يكون في اكتيفيتيز، يكون في نشاطات بين الاهل وبين الاولاد، يكون في مناقشه مثلا اذا شافوا شغله او مثلا صار في حوار. هلا كمان في قصص التنمر، اذا بتلاحظي كثير هلا التنمر على الفيسبوك، هي كمان ما دخل بعاداتنا يعني ولا كتير ولا هي غريبه يعني. يعني صار هلا فرضا اذا بتحطي بوست في مثلا نقد لشغله بيجيكي بالالافات، اذا بتحطي بوست شكر لحدا او عم تدعمي شغله او عم تدعمي مشروع ما بتلاقي عليه ولا لايك ولا كرهف. هذا التناقض اللي عم نعيشه، وخاصه كل شيء هذا الزمن فيه متاح بيتطلب ضوابط وبيتطلب قيود من الأهل، حتى فعلا ما شيء غريب عن مجتمعنا يكون عم بيأثر علينا. احنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك. شكرا.